نسوقُ إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نسوقُ إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال لنلقى رضا الله في كل حال. الحمد لله نحمده أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا نحمدك ربنا حمد الشاكرين ونتوب إليك توبة التائبين ونسألك النجاة من النار يوم العرض عليك يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمي العربي الأمين وعلى أزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإيمان يقول سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الشهامة والمروءة والنجدة وإغاثة الملغوف صفات إيمانية تدل على الشجاعة وتدل على الكرم وتدل على صدق الإيمان النقوة الرجولة الغيرة الحمية على دين الله وعلى خلق الله
صفات إيمانية أصيلة خلقها الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق هي الصفات الحسنة الكريمة الجميلة التي يجب أن تتوافر في عباد الله الصالحين. تعالوا بنا لنتعلم الشهامة والنجدة والمروءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا علي بن أبي طالب يقول: كنا إذا حمي الوطيس، أي إذا اشتدت الحرب، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يجد أحدنا إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب إليه منه. قال رضي الله عنه: فزع أهل المدينة ذات ليلة، أي حدث صوت شديد أفزعهم وأقلق نومهم وراحتهم، فخرجوا مسرعين مهرعين، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة يلقى الناس ويقول: لم تراعوا، أي لا تفزعوا ولا تقلقوا. وكان صلى الله عليه وسلم على فرس بغير سرج، ورأينا السيف في عنقه، فكان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. شهامة، فزع قبل أن يفزع الناس، وخرج ليطمئن على رعيته صلى الله عليه وسلم، ولشجاعته خرج قبل أن يخرج جميع الناس صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، المروءة قد تكون في لقمة عيش أو كسرة خبز يقدمها شبعان إلى جائع، وقد تكون في شربة ماء يقدمها إنسان قد شرب وارتوى لآخر ظمآن، حتى ولو كان هذا الظمآن حيوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية لما اشتد به من الظمأ، فرأته امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها، وموقها أي خفها، فنزعت موقها وملأته ماء وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. هذه مروءة صنعتها المرأة مع حيوان. تعالوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا المروءة في شكل آخر، يقول: من أطعم جائعا على عرني فقد أطعمه الله تعالى من ثمار الجنة، ومن سقى ظمآنا على ظمأ فقد سقاه الله تعالى من شراب الجنة، ومن كسى عريانا على عري فقد كساه الله تعالى من حلل الجنة. كأنه صلى الله عليه وسلم يصور لنا المروءة في إطعام الطعام للجياع، وفي تقديم الثياب للعرايا، وفي تقديم المياه للظمآنين والعطشى. مروءة وشهامة. تعالوا بنا لنرى نماذج لصفوة الخلق من أنبياء الله تعالى ورسله، قدموا نماذج رائعة
في النخوة والرجولة والشهامة، حتى قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وصفهم الله بالرجولة. الرجولة في زماننا صوت عال مرتفع يزعج الآخرين. الرجولة في زماننا أن يوشي المرء بأخيه ليذيعه ليجلس مكانه. الرجولة في زماننا أن نتجسس على أعراض الآخرين. الرجولة في زماننا أن نشمت في أحزان ومصائب الآخرين. أما الرجولة والنقوة والشهامة والمروءة في صفوة خلق الله تعالى من أنبياء الله ورسله، تتمثل في حياء يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما دعته امرأة العزيز لنفسها وأغواها شيطانها وأرادت مراودته عن نفسه، إلا أنه قد استعصم بالله واستحفظ فرجه ابتغاء وجه الله. يقول الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أيها الأحبة، يقول علماء التفسير إن المرأة قد جاهرت بأكثر من معصية: أولها أنها راودته عن نفسه، ثانيها أنها غلقت الأبواب، ثالثها أنها قالت هيت لك. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بين هؤلاء السبعة قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ما أجملك يا يوسف، ما أكثر حياءك، وما أجمل خوفك من الله سبحانه وتعالى. تقول الآية: وراودته التي هو في بيتها، لم تصرح باسم المرأة رغم أنها امرأة العزيز، لأن القرآن لم يصرح من باب الستر على أهل الفواضح والفواحش، فالستر على العاصي يدفعه للتوبة والرجوع إلى الله، فهذه واحدة. أما قولها هيت لك، أي تهيأت لك وتزينت لك وتجملت لك، وهذا هو الفراش قد أعددته لك. وما أدراك من هي؟ إنها زوجة عظيم مصر وحاكمها والقائم بأمرها. ورغم ذلك أعلن صراحة، قال: معاذ الله، إني أخاف الله. نخوة، مروءة، شهامة، ثم قال: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يقصد بربي أي خالقي الذي حفظني في الجب وأنقذني من البئر وأسكنني بيت عزيز مصر. أو ربما يقصد: إنه ربي أي سيدي. وكانت تطلق كلمة السيد، يقال لها الرب فيقال سيد الدار أي رب الدار، سيد القصر أي صاحب القصر. فقال يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، أي هذا الرجل قد اشتراني بماله وأمرك بإكرامي والإحسان إلي، كيف أرد معروفه بالنكران، وكيف أجحد جميله بالمعصية وعدم الاحترام والطاعة؟ إنه لا يفلح الظالمون. وفي قراءة: إنه لا يفلح الظالمون.
ما أجمل قرآن رب العالمين عندما يصور الحدث تصويرا للقارئ والسامع كأنه يراه. أما الحيي الثاني والكريم الثاني هو موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقدم لنا المروعة والنخوة والشهامة في تطبيق عملي في نجدة من تستحقان النجدة. إنه خرج من مصر مطرودا مهموما حزينا متوجها إلى أرض مدين ليجد فيها الأمن والاستقرار. ولما دخل المدينة وعلى باب المدينة وجد شيئا عجبا، قال القرآن: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دخل أرض مدين ووجد الرعاة يسقون أنعامهم إبلهم وأبقارهم وأغنامهم ويتزاحمون على هذه البئر، وهاتين الفتاتين الصغيرتين تردان أغنامهما، أي تردان الأغنام حتى لا تقترب الأغنام من البئر أو يختلط أو تختلط الفتيات بالرجال، تردان الأغنام حتى ينتهي الرعاة من سقي أنعامهم. فتعجب نبي الله موسى وقد كان شابا فتيا ذا نقوة وشهامة ومروءة، اقترب من الفتاتين سائلا بأدب وتواضع ورفق: ما قدكما؟ ما شأنكما؟ ماذا أنتم من هؤلاء؟ قالتا: نحن فتاتين لشيخ كبير، وهذه أغنامنا ومراعينا، وإنا لا نستطيع أن نسقي حتى ينتهي الرعاء. أخذته الحمية والغيرة والشهامة، وكأنه لم يصطنع معهما حديثا فيه مغازلة أو فيه مجاملة أو كلام رقيق يفهم منه المعاكسة ويفهم منه ميله إلى النساء وإلى الفتيات والحديث معهن. كلا، قال الله تعالى: فسقى لهما. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، أي فعل الشيء بعد سماع الحديث بسرعة مباشرة. فسقى لهما أغنامهما ثم تولى إلى الظل، جلس إلى ظل شجرة وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي زدني من مثل هذا الخير لآخذ منه أجرا وثوابا، فإني فقير إليك ومحتاج إلى ثوابك وأجرك وعظيم عطائك يا رب العالمين. صور القرآن هذا حتى عندما ذهب فتاتان إلى أبيهما فأخبرتاه الخبر، فأمر إحداهما أن تأتي إليه وتدعوه للضيافة ورد المعروف والجميل. ولا عجب، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسدل إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أيها الموحدون وحدوا الله، وزيدوني صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت
إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كأن الأب رفض أن يقبل هذا المعروف بغير أن يرده بأجمل منه. ولكن الرجل أي النبي الشاب كان لا يريد الأجر من خلق الله لأنه يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. ذهب موسى مع الفتاة وقال لها: يا فتاة امشي خلفي ولا تمشي أمامي، فإني أخشى أن يعبث الهواء بثيابك ويصف الشيطان من جسمك ما يغويني أو يزين لي فعل المعصية. فأمرها أن تمشي خلفه، وإذا أراد أن يتجه يمينا أو شمالا قالت يمينا أو قالت شمالا وهو يفهم ما تقول. فلما ذهبت إلى أبيها وقالت قد أعجبت بحيائه ومروءته وشهامته ونخوته، قالت: يا أبت استعجل، إن خير من استعجرت القوي الأمين. ولك أن تسأل كيف حكمت عليه أنه قوي وكيف حكمت عليه أنه أمين. حكمت عليه بأنه قوي لأنه رفع غطاء البئر، وهذا الغطاء لا يرفعه إلا 10 من الرجال، فهذه قوة. وحكمت عليه بأنه أمين لأنه أمرها أن تمشي خلفه ولا تمشي أمامه. هذه هي النخوة، هذه هي الشهامة، هذه هي النجدة، هذه هي المروءة، كما صورها القرآن الكريم في صنع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. تعالوا بنا إلى الجيل الذي رباه محمد. أريد أن أسمع صلى الله عليه وسلم، أريدها أن تصل إلى النبي في يوم تعرض فيه الصلاة على النبي. أريدها أن نأخذ عليها 10 من الحسنات في الأجر والثواب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى علي 1000 حرم الله شعره وجسمه على النار. الرعيل الأول، الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني الخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب إلى السوق. كان يدخل السوق وهو أمير للمؤمنين يتفقد رعيته ويتابع أحواله وأسعاره ويطمئن من جشع التجار. خرج إلى السوق ذات يوم، قال زيد بن أسلم: قال أبي خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما إلى السوق، فلحقت به امرأة شابة وقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك لي صبية صغارا، والله ما ينضجون كراع. ومعنى ما ينضجون أي ما يطبخون الكراع أو ما دون الكراع، أي هو حافر الشاة أو حافر الدابة الجاف. تقسم أنهم لا يجدون ما دون الكراع أي حافر الدابة ليطبخون لنطبخه أو يأكلونه، ولا زرع لهم ولا ضرع، وأخشى أن تأكلهم الضبع. ومعنى الضبع أي السنة المجدبة الفقيرة التي لا يتصدق فيها الناس
ولا تمطر السماء ولا تنبت الأرض، وأخشى أن يأكل أن تأكلهم الضبع. وأنا بنت خفاف ابن إماء الغفاري، وقد شهد الحديبية مع النبي تعرفه من هي ومن أبوها، وقالت من مناقبه أي مواقفه الجميلة أنه حضر صلح الحديبية مع النبي. فوقف عمر وكأنه يؤنب نفسه ويوبق نفسه على تقصيره في مثل هذه المرة، ثم مضى إلى بعير صغير، ومعنى بعير صغير أي بعير قوي متين زغره شديد، فحمل عليه غرارتين من الطعام والنفقة والثياب، وأمسك بقضام البعير وقدمه للمرأة وقال اقتديه، وإنه لن يفنى حتى يأتيكم الله تعالى بخير. فقال له أحد أتباعه: لقد أكثرت لها يا أمير المؤمنين، كان يكفيها القليل. فقال له: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أباها وأخاها قد دخل حصنا منيعا ففتحا، وقد أصبحنا نستفيء منه بسهماننا، أي دخل أبوها في فترة من الزمن وأخوها إلى حصن يمتنع دخوله، ففتح هذا الحصن ودخلناه، وكتب الله لنا أن نأخذ منه سهامنا التي قدرها الله تعالى لنا. هذه القصة وهذه الرواية تبين أن المرأة كانت شابة ولا تستطيع أن تأكل بلحمها أو تضع نفسها في مواطن ينهش في عرضها الناهشون. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تموت الحرة ولا تأكل بثديها، أي تموت شريفة عفيفة ولا تقدم لحمها أو جسدها لتأكل منه أو تتكسب أو تتربح منه. كما أنها ذكرت لأمير المؤمنين أن معها صبية وهؤلاء يحتاجون إلى طعام وأنهم فقراء جياع، وهذا لا عيب فيه ولا حرج فيه، فهي تخاطب الحاكم وتكلم أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر يعلمنا البر والوفاء بأهل الكرم وأهل الجود وأهل الشجاعة والشهامة، عندما قالت له: هي ابنة من؟ فقال: مرحبا بنسب قريب. هذا النسب هو نسب الإيمان، نسب الإسلام الذي قال فيه رب العالمين: إنما المؤمنون إخوة. ولقد قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وعندما أعطاها البعير صاحب الظهر الشديد القوي وحمل عليه الغرارتين، فهو القائل، أي عمر هو القائل في أثر ورد عنه: إذا أعطيتم فأغنوا، أي إذا أعطيتم سائلا أو فقيرا أو محتاجا فأعطوه ما يغنيه وما يسد حاجته. ولقد جاء في الحديث الصحيح عن سعد بن سهل الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرماء ويحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. كريم يحب من يعطي بكرم ويجود عليه، ويحب معالي الأمور أي الأخلاق العالية الرفيعة، ويكره سفاسفها، يكره الأخلاق البذيئة الدنيعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حمدا لله وكفى، وأصلي وأسلم على عباده الطيبين الطاهرين الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه المجتبى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمي العربي الأمين القائل صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيده ويتصدق. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: ففي إغاثة الملهوف صدقة. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يجد؟ قال: فليأمر بالمعروف ويمسك عن الشر، فإنها له صدقة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا غائبا إلا رددت، ولا طالب علم إلا وفقت. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم ضعف أمة محمد أجمعين. اللهم احفظ مصرنا آمنة مطمئنة، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وإسلامنا ومصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا ومصرنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وعلف بين قلوبنا. ربنا اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، الذين هم تحيتهم فيها سلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. توقوا إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيام، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.